اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين مملكة البحرين والأمم المتحدة ممثلة في وكالاتها المتخصصة وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وسبل تعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات التي تواجه دول العالم